اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين كلامنا مع راضي ومحمود. يمكن قبل ما ننهي حلقتنا سالناهم طبعا يعني امنياتهم ايه. راضي قال امنيه ومحمود قال امنيه، بس اسال بقى امنيتكم مع النادي الاهلي. امنيتي مع النادي الاهلي ان ان شاء الله نفضل كده، يعني نفضل نخش دايما كاس عالم الانديه ونعمل حاجه حلوه جدا. وانا اتمنى ان ان شاء الله برضه يبقى معايا احمد اخويا في اي خطوه في حاجه زي دي باذن الله. جده نفس الكلام، يعني بس ان شاء الله يعني العب كاس عالم انديه مع النادي الاهلي وافريقيا، واكيد نفضل في النادي الاهلي يعني ان شاء الله. محمود بشكرك شكرا جزيلا، نورتيني وشرفتيني، وان شاء الله ربنا يحقق لك كل اللي تتمناه. راضي بشكرك، نورتيني وشرفتيني، ويحقق لك انت واخوك واختك كل ربنا يكرمك. شكرا لحضرتك. اعزائي المشاهدين، ده كان حوارنا النهارده مع نجوم المستقبل في كره اليد، عرفناهم بيكم واتعرفتوا عليهم كمان.